صل على محمد وآل محمد وعلى الفاتحة محمد نبي مياك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. السلام على صاحب السكينة وعلى المدفون بأرض المدينة. السلام عليك أيها البشير النذير والسراج المنير، أيها المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد. السلام عليك أيها البدر الفاخر والعلم الزاهر. السلام عليك يا زين القيامة، يا نبي الرحمة وشفيع الأمة، فجعنا بك يا رسول الله. مصيبة ما أعظمها من مصيبة، ما جت لها السماوات واهتزت لها الأرضون، وأظلمت الدنيا واغبر الكون، وتصايحت الملائكة في السماء، كل ينادي ونبياه، أيوا محمدا وسيدا، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، واصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب تنوب اليوم تكشف غد، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للرجال بمرصدي، وإذا دهتك مصيبة تشجى لها، فاذكر مصابك بالنبي محمد، ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت مآقيا بكحل الأرمدي، جزعا على المختار أصبح ثاويا، يا خير من وطأ الحصى لا تبعدي، وجهي يقيك التور يا رسول الله، لهفي ليتني وست قبلك في بقيع الغرقد. نور أضاء على البرية وانطفأ ذلك النور يوم وفاة النبي،
نور أضاء على البرية كلها من يهدى للنور المبارك يهتدي والله أسمع ما بقيت بهالك إلا بكيت على النبي محمد صلى الإله ومن يحف بعرشه استهل صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية على المغتسل ممدود يا خير البريه يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله شيل الجفن عن غرته تودع شباله هذا الحسن مشعوب قلبه انظر الحاله وهذا الشهيد حسين عبره تجري ويلي تغسل والدي وين العمامة فوق المنابر ما حلا حلو الجهامة قبل نتشيله خله تودع اليتامة منه بعد ما نرتجي للبيت جي بهداي قلب جسم ابو ابراهيم بهداي وانت يا ابن عباس بالهونس جبلما طول على المغسيل شعبني وفتت احشاي ممرود قلبي وعيشتي ما هي هنية ويلي تحفرون القبر سووا قبرين تقول أريد قبري إلى جنب قبري يلي تحفرون القبر واسعوا مكانه وبهداي نزلوا جنازته وسفروا وجفانه ولا يعز انشال عنا ولا لفانا بعد النبي ما ريد هالدنيا الدني بعد ويلي تهيلون الثرى دفنوني وياه ما اقدر اشوف البيت خالي من محيا قشرة تراه تصير عيشتنا بليا بعد النبي ما ريد هالدنيا الدني اتقل بقعيد اني بقعد على قبرك وبنعي يا ويلي يا ويلي والله بقعيد بقعد على قبرك وبنعي وبصيح يا عزي ويا من عي على وش على وش أنا يكسروا أمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم محمد وما أدراك من محمد صلى الله عليه وآله سيد كائنات
أشرف الموجودة على قمة الهرم يعد عند أهل الشرق والغرب. رقم واحد من عظماء البشرية هو اسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، الذي بلغ مقاما محمودا عند الله عز وجل لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، مقام قاب قوسين. هنا تتعطل العقول، تتوقف الإدراكات عن نيل سمات العظمة في شخصية هذا النبي العظيم. ما هو ملاك الشرف؟ سر العظمة، ملاك السيادة. يعني من أين بلغ النبي هذا المقام الذي فاق فيه كل الخلائق حتى الملائكة المقربين ولا جبرائيل؟ اعلم أن لكل منا مقام معلوم، ولو تقدمت قيد أنملة لاحترق. ما حد وصل إلى المكان ولا حد يوصل بعد غيرك أنت يا محمد. إنما سر العظمة وملاك الشرف اتصافه بالأخلاق الإلهية، هذا الصنيع تربه. وهذه الأخلاق امتدحه القرآن فيها حين قال وإنك لعلى خلق عظيم. مجمعها ومصدرها كلها إنما هي منبثقة من صفة إلهية وخلق عظيم. هذا الخلق هو سر إيجاد الموجودات كلها. الدنيا كلها ما قامت إلا على هذه الصفة وعلى هذا الخلق، ألا وهو خلق الرحمة. ولذا اختص هو دون غيره بهذا اللقب، يحصل التبادر والانصراف بمجرد إطلاق هذا اللقب الشريف عليه هو بالخصوص دون غيره من سائر الأنبياء. نبي الرحمة وكلهم رحماء، لا هو لوحده. لمعرفة مزايا هذا اللقب نحتاج أن نقف عنده ثلاث وقفات. وقفة أولى في بيان معنى الرحمة ما هي، ثم في بيان الفرق بين الرحمة الإلهية والرحمة البشرية، وأخيرا نقف عند أكبر مظهر وأعظم تجل لرحمة الله عز وجل في عالم الوجود، ألا وهي الرحمة الإلهية التي ظهرت وتجسدت في شخص نبي الرحمة نبينا الأعظم محمد. فلنأتي أولا لبيان معنى الرحمة. الرحمة إنما هي انفعال نفساني كسائر الانفعالات، حينما تستثار هذه النفس بمثير خارجي تتأثر تنفعل. إذا رأيت فقير جالس بالشارع بثيابه الرثة أنت لا تتمالك إلا أن تنفعل في داخلك، فتنعكس عليك آثار هذا الانفعال. تمد يدك إلى جيبك تخرج شيء من النقود تضعه في يد هذا اليد. هذا الفعل إنما هو مظهر من مظاهر الرحمة القلبية لديك. أو إذا رأيت يتيم صغير لا تتمالك إلا أن تمد يدك فتمسح على رأس هذا اليتيم، تضمه إلى صدرك، تتودد، تتحنن عليه. هذا الفعل انعكاس للرحمة القلبية الموجودة في داخلك. أو حينما تسمع عن خبر محزن أو مصيبة مفجعة كمصيبة الحسين ما تقدر غصبا عليك تتفاعل. هذا العزاء، هذا البكاء دليل على أن القلب لا زال ينبض بعد ما مات، فيه رحمة. وما إذا مات القلب لو تقرأ مصيبة الحسين 20 مرة ما يتأثر. يعني يقولون ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. إذن فالرحمة انفعال نفساني كسائر الانفعالات. الوقفة الثانية، هل يوجد فرق بين الرحمة الإلهية والرحمة البشرية أم لا؟
هنا بحث لطيف يطرحه العرفاء، بل هو في الواقع ليس بحثا وإنما هو علم قائم مستقل بذاته، ألا وهو علم العرفان النظري. إذا سامع به، العرفان النظري إنما هو علم معرفة الأسماء الإلهية. نحن كثيرا ما نطلق على بعضنا البعض شيء من أسماء الله الحسنى ونصف أنفسنا بها، هذه كلها على نحو العناية والكناية والتجوز، لا على نحو الحقيقة. شوف، الله عالم، وهذا الشيخ المفيد عالم، وإيش في قياس في مقارنة؟ أوه، السماء والأرض توش تقيس؟ هذا اللي علم بشري، علم كسبي تحصيلي، مسبوق بجهل، ملحوق بجهل، محاط بهالة واسعة من المجهولات. بلغت ما بلغت، علمت ما علمت، دائم أبد قل رب زدني، ما أوتيتم من العلم أصلا. عسى لو يوصل إلى مقام الشيخ الرئيس، غاية ما بلغته من العلم علمت أني لست بعالم. أي علم هذا؟ إذا تبي تشوف العلم الحقيقي هو ذاك العلم الإلهي المطلق، عالم بحقائق الأمور، جزئياتها، كلياتها، دقائقها، تفاصيلها، قبل أن تقع، بعد أن تقع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي. أي مسامحة نقول فلان عالم وفلان عالم؟ لا، تربيها بحسب الدقة، نقول هذا متعلم، هذا اكتسب العلم وليس عالم. الحياة أيضا كذلك، الله حي وانت حي وانا حي وكلنا أحياء، وايش في قياس؟ انا حي والله حي، بعد المشرقين، قياس مع الفارق، صماكو موازين حتى تقيس بها. اي حياة هذه التي لا يمتلكها الإنسان بيده ولا يقدر يعطي روحها لحظة حياة؟ إذا جاء أجلهم نفس واحد ما يقدر. تب الله عليك، اللي ما قادر يعطي نفسه لحظة حياة، أو شو تقول عنه؟ هذا بحسب الدقة، إنك ميت وإنهم، لأنهم لا يمتلكون الحياة. مو ستموت، لا، الآن فعلا إحنا موتى، لسنا أحياء، إننا لا نمتلك. إذا تبي تشوف الحي، الحي هو مالك الحياة، واهب الحياة، الله لا إله إلا هو الحي، هذا حي قيوم. يعني شلون؟ قائم بذاته ومقوم لغيره، الكل معتمد. حياتنا، وجودنا، بقائنا، موتنا، بعثنا، نشورنا، أصلا لا حول ولا قوة، ما بيدنا شيء. أي حياة هذه؟ أي قدرة هذه؟ الرحمة أيضا كذلك، الله رحيم، بل هو أرحم الراحمين. وإنت رحيم حين رحمت اليتيم ورحمت الفقير، وإيش في خلاف، في فرق؟ هنا حصل النزاع واحتذم بين الفلاسفة والعرفاء. فلاسفة يقولون أكو فرق، يعني على القاعدة. عرفاء يقولون ماكو فرق. شلون؟ فلاسفة يقولون يوجد فرق، لأن رحمتنا نحن أبناء البشر هي انفعالون، من الانفعالات كما تبين، والله عز وجل لا تجوز عليه هذه الانفعالات، لا تعرض عليه العوارض، ليس محلا للحوادث. الله بعد ما تأخذها العواطف الجياشة والانفعالات النفسية والأمور القلبية، ويفرح ويحزن ويتضايق ويتملل، حاشا لله. وتعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. الله فاعل وليس بمنفعل، الله مؤثر وليس بمتأثر. إذن وش معنات
رحمة الله. أحيانا نقول فلان مات رحمه الله، إيش يعني رحمة الله بس على الميتين؟ وإحنا إحنا أحوج إليها، هذا إحنا نتقلب نرتع في رحمات الله عز وجل ليل نهار، ولو تنقطع عنها الرحمة الإلهية لحظة رحنا انتهينا. كلنا قائمين على رحمة الله، وكلنا عايشين على رحمة الله. يا من رحمته سبقت غضبه، لو لم يرحمنا لما أوجدنا لما خلقنا. عشلون الرحمة الإلهية؟ قالوا إنما هي فعل من أفعاله، وهذا هو فرق الرحمة الإلهية عن الرحمة البشرية. الله فعل، أما إحنا انفعال. ما هو هذا الفعل؟ هو فعل الإفاضة. شوفها، إذا أفاض الله عز وجل على شيء بنعمة الوجود والحياة والحركة فقد رحمه. من يفيض عليه شيء من الملكات؟ كلها رحمات اللي شوفها قدامك. شمس رحمة أوجدها الله عز وجل، لو ماكو شمس وماكو قمر وماكو هواء وماكو ماء وماكو أرض، انت هنا كلها رحمات من الله يوجد شيء، هذه رحمة. والميت بموته يرحمه الله، يعني ماذا؟ يفيض عليه نعمة الحياة. هناك الحياة مو هنا، إلا جزرة ورايح خلص أشغالك ومشي، كيف جاي نقعد إحنا؟ ما هذه إلا دار ممر، هناك المستقر. تلك الدار الآخرة لهي حيوان، هناك الحياة الحقة، هناك الله يفيض عليه الحياة، فنقول رحمه الله. هذا معناته، يعني أعطاه حياة جديدة. إحنا كلنا نفكر حفرنا الحفرة ونزلناها وطميناها عليه وقلنا خلاص انتهى مات، لا إحنا اللي ميتين، هو حين توه قاعد يحيى، حين بداية الحياة، هاي بداية الولادة. عرفاء يقولون لا ما نقبل هذا الكلام. ليش؟ قالوا لأن أس القسم خاطئ. أنتوا ليش تقسمون رحمة إلهية ورحمة بشرية؟ من وين جايبين الحكي هذا؟ فليس عندنا في الوجود إلا رحمة واحدة فقط وفقط، ألا وهي رحمة الله عز وجل، بس ماكو غيرها بعد. ليس في معرضها رحمة أخرى. والرحمات اللي عند الناس قالوا ما هي إلا مظاهر، مرايا، انعكاسات، أو قل بحسب تعبير القرآن، لأن القرآن أأنس إلى النفوس لتجيب الآيات القرآنية، قل إنما هي آثار رحمة ربك. كلها آثار، ما تملكها، ليست ملكا لك. فرحمة الأم بولدها إنما هي رحمة من الله عز وجل أودعها في قلب هذه الأم. ورحمة الغني بالفقير، ورحمة الكبير بالصغير، ورحمة الأستاذ بالتلميذ، حتى رحمة النبي صلى الله عليه وآله. من وين؟ شيء من عنده؟ لا، فبما رحمتين من الله. يقول هاي من الله. لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهي رحمة إلهية واحدة بس تبث في القلوب، وكل واحد عليه أن يظهر هذا الخلق. كل وجود يظهر هذا الخلق، كلها انعكاسات. الشمس تعكس رحمة الله، والأرض تعكس، والحيوان يعكس، والنبات يعكس، والإنسان يعكس. كل واحد يريد نشوفه حين، والناس يتفاوتون في مستوى رحماتهم. كنت حصل لك ناس والله وحوش، دول مو ناس مو بشر أصلا، ما دخلت الرحمة في قلبه أبدا. وتحصل لك واحد طاقة موهبة من الرحمة، يحوي المجتمع كله في قلبه، يتحسس آلام الناس، رحيم قلبه، يتألم أشد الألم. فهي رحمة واحدة بث.
هذه الرحمة الإلهية على قسمين، عامة وخاصة. ثنتين أكو، ما تقول بسم الله الرحمن، هاي العامة كما يقول مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الرحمن اسم خاص لصفة عامة، هذه عامة تشمل اللي يستاهل والما يستاهل، شملت الجميع حتى الكفار كم عايشين عليها، على رحمة الله، هاي رحمة العامة اللي يفتتح بها أمير المؤمنين سلام الله عليه الدعاء كميل أول ما ينزل الليل يجيبها الرحمة، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت، هذه عامة وسعت كل الموجودات. والرحيم بالعكس اسم عام لصفة خاصة، كل واحد تقدر تسميه رحيم رحيم رحيم، بس صفة خاصة، هاي رحمة رحيمية غير ديك الرحمة الرحمانية، ثنتين. وإذا تريد بحسب تعبيرات العلماء واصطلاحات، ماكو شيء جديد، يعني مجرد مصطلح فقط، مثل الفواكه كل فيه لذته والماء ماء ولما يستوي الثمر، هاي الرحمة الرحمانية العامة هم يصطلحون عليها يسمونها الرحمة الاستحقاقية، وذيك الثانية الخاصة الرحيمية يسمونها الرحمة التفضلية. وخير آية جمعت بين الرحمتين هي قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، زي ده وسعت كل شيء يعني خلاص، يقول لا حين نريد نبرز الرحمة الخاصة التفضلية الرحيمية فسأكتبها للذين يتقون، ذول المتقين بعد لهم رحمة زيادة، هاي التفضل من الله يعطيهم زيادة على تلك الرحمة العامة. وقفة الثالثة الأخيرة، ما هو أكبر مظهر أعظم تجل لهذه الرحمة الإلهية في عالم الوجود؟ أكبر انعكاس، أكبر ظل إلها، وين انعكست؟ إنما ظهرت وتجلت وتجسدت هذه الرحمة الإلهية بشقيها الرحمانية والرحيمية في شخص نبينا الأعظم، نبي الرحمة محمد. حتى قال عنه القرآن وما أرسلناك إلا رحمتان عالمين، شوف الآية صغيرة في حجمها كبيرة في مضامينها، هل تقعد عليها شهر كامل 30 ليلة ما تخلصها هالآية هذه، احنا كلنا نقرأها نفكر ويش عالمين يعني إنس وجن، لا غلط، أكي كسرة تحت مو فتحة، صيغة جمع مو تثنية، مو عالمين ثقلين، عالمين بالكسر، صيغة جمع وداخل عليها اللام، وش تسوي؟ ماذا تفيد؟ ها؟ شمول، عموم، اطلاق، مو هالشكل يقولون علماء العربية، ما لم ترد قرينة تدل على الخلاف، لو تجي قرينة يمكن تصرف هذا الإطلاق، مثل شلون؟ بعطيك آية شوف إذا تقدر تطلع منها، قوله تعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وإيش؟ عامة شاملة كلها، هكي القرينة نساء، يعني وإيش؟ يعني أنت مصطفاة ومطهرة لكن فقط على خصوص عالم النساء بس، أما هذيك واحدة ثانية بالجلال سيدة على الكل والجميع، أنت بس، وليس كل النساء بعد بس نساء أهل زمانك،
بيجي واحدة ثانية عقب إشدادك بتحصل السيادة على الأولين والآخرين، رجال ونساء والخلائق كلها بصيرة. القضية عليها الدين بس من باب أنه الله اصطفاش حق تولدين عيسى ابن مريم من دون أب، لقضية حكمة إلهية في إظهار هذا النبي العظيم، آية الإعجاز. أما هذيك لا، هذيك مخليها حجة على الخلق، هي حجة الحجاج. وين شوينها؟ وين شوينها؟ نساء العالمين قرينة صرفت الإطلاق، أما لو أطلق ولم يقيد مثل يقول الحمد لله رب العالمين، يعني ويش؟ يعني رب العوالم كلها مطلقة، يعني رب كل شيء، هذا معناته. هنا أيضا آية موضع البحث، في نفس القوة بنفس الرتبة، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني أنت رحمة على العوالم كلها، مو بس الإنس والجن، أنت رحمة حتى على عالم الملائكة، رحمة على عالم السماء وعالم الأرض، عالم النبات، رحمة حتى على عالم الحيتان في قعر البحار والمحيطات، أنت رحمة على كل، هذا معنى الآية، هذا ظاهر الآية. أنت ما تقدر تتصرف في الإطلاق، شاملة عامة عالمين. يا عجب الله، أي عظمة هذه، أي سيادة هذه، أي شرف، أي جلالة شأن، كيف صار النبي رحمة على كل شيء، على الإنس والجن وال... ما علاقة النبي بهذا الجبل حتى يصير رحمة عليه؟ ما علاقته بهذا الشجر؟ وش علاقته بالنجوم؟ وش علاقته بالحيوانات؟ وش علاقته بسائر الكائنات؟ هو السيد، لا شلون صار السيد؟ سيد على كل شيء. هاي إشارة للحقيقة المحمدية، أنه هو سر الوجود، هو لأنه رحمة الله، هو الرحمة الإلهية. وقلنا ما صارت الدنيا إلا على الرحمة، وين الرحمة الإلهية هذه؟ هاي اللي تبشوفها، هاي الرحمة الإلهية، هو سر الوجود والقضية كلها عليه. لولاك لما خلقت، أول شيء الله خلق في هالدنيا، ويش أحين بروح إياك وين؟ يلا اسرح بخيالك، أطلق العنان، روح قبل كل شيء ماكو، لا سماء ولا أرض ولا ملائكة ولا بشر ولا حجر ولا شجر ولا قمر، ماكو. ستار الظلمة والعدم مطبق على عالم، أصلا ماكو عالم وجود حتى تقول، ولا على الأشياء، ماكو شيئية. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر. إحنا نسأل أول شيء الله خلق فيها الوجود، هذا ويش أصل التكوين؟ ما تحب تعرف شلون صارت القضية؟ تدري أول ما خلق الله عز وجل خلق النور، النور بالنور شق ستار الظلمة والعدم. الله نور السماوات، هاي سورة النور خطيرة، هاي أصل القضية، هي نور السماء يعني منور السماوات، مو هذا نور قدامك هل طاقة كهربائية وتروح، نتكلم عن النور الحقيقي. يا نور النور، يا منور النور، يا نور كل نور. مثل نوره، المثل مو لله، دير بالك، الله ليس كمثله شيء، مثل الضمير راجع لنور الله في الأرض، وأشرقت الأرض، كانت مظلمة، كانت مطمسة، متى ضوت؟ متى أشرقت؟ بهذا النور المتلألئ الذي أضاءت به الأكوان والعوالم. مثل نوره كمشكات، بس عتجوز هالمشكات الحين إذا قدرت، مشكات اللي حوتها مشكات الأنوار، حجة الحجج كلها. أي نور هذا الذي خلقه الله عز وجل؟
قبل خلقة الخلائق ومن نوره الأقداس. هذا إشارة لتلك النشأة يسمونها عالم الأنوار، هنا عالم المادة يسمونه مقدس البدن الشريف. ومن نوره الأقدس خلق الله عز وجل كل شيء. هذا النور هو نور نبينا الأعظم محمد، اللهم صل وسلم على محمد. ومنه انبثقت. إذا تقدر هاي رواية مو بس عندنا احنا، حتى عند العامة يجيبون واجد عندهم روايات هم في الصحاح والأسانيد. في مسند أحمد يقول رواية جابر، جابر أول ما خلق الله ما هو؟ قال وش دراني توهقني بهالأسئلة، أنا على قد حالي. قال أعلم يا جابر أول ما خلق الله هو نور نبيك يا جابر. خلقني الله قبل خلقة الخلائق بألفي عام، ثم فتق من هذا النور نور علي. شوفهم الحين عاد وش بيسوون، بيحوشون عليها كلها. وخلق منه العرش والكرسي. أقول لك إذا تقدر عليها من روايات المعارف من أسرار أهل البيت. ثم فتق منه نور فاطمة ففطر منها السماوات والأرض، ثم فتق منه نور الحسن فخلق منه اللوح والقلم، ثم فتق منه نور الحسين فخلق منه الملائكة والجنة. وش بقوا بعد؟ وش بقوا؟ هناك كانوا نور واحد. يقول عنهم أولنا محمد، أوسطنا، ومو كلهم أساميهم محمد، احنا نعرف أسماءهم وما قاعد يعلمنا، لا هي إشارة للحقيقة المحمدية. يقول كلنا نور واحد، أوسطنا، آخرنا محمد، وكلنا محمد. صلوا على محمد. بعدين تنزل، تجزأ، تفصل. اللي حوت هالأنوار هاي كلها مشكات، مشكات الأنوار هاي الرحمة. فصار النبي رحمة للعالمين. يعطيك إياها القرآن الحكي هذا كله في لقطة صورة مشرقة جدا في آخر سورة التوبة. لقد جاءكم رسول من، هاي شلون من؟ يعني نازعين نفسه من نفوسنا، إشارة لهذه الرحمة. يعني ألم أنفسكم من، ألم نفسه ويتألم ويتألم، يستشعر بآلام الجوع قبل أن يحس الفقير بجوعه، هو يستشعر آثار الذنب والمعصية قبل أن يرتكب المذنب ذنبه. ولذا يستغفر لأمة، إنزين أنت ما سويت شيء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. يقول لا لا، إذا واحد يذنب من أبناء أمتي كان أنا مثل أبوي ولده. إذا الولد يسوي غلطة ينكس رأس الأب، إنزين لا تزر وازرة، يقول غلطة ولدي محسوبة علي، يعني أنا ما ربيت عذيب. هو أيضا يتألم ويستغفر، يقول إذا واحد من أبناء أمتي يسوي معصية يعني أنا ما أديت الرسالة عدل، يعني أنا ما قمت بالمسؤولية على أفضل حال، يعني خجلون رأسي، ينكسون رأسي. إذا واحد يقارب لذا يتألم ويستغفر، يستند إلى الجدار، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كل الأنبياء دعوا على أقوامهم بس ولا ما دعا. يوم قيامة كل ينادي نفسي نفسي إلا نبي الرحمة. أمتي أمتي سكرات الموت، يا ملك الموت ثقل علي وخفف. وش هالحب هذا؟ وش هالطاقة القلبية؟ وش هالمشاعر؟ وش هالرحمة الحنان العطف؟ الذي حمله لأبناء أمته كان يعتبرها قطعة من كيانه ووجوده فيتألم لأجلها. من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص، أشد الحرص عليكم بالمؤمنين رؤوف. زين الرؤوف هو الله،
الرحيم هو الله. هنوب الله عز وجل يصف نبيه بصفاته الحسنى، يقول إذا تريدون تشوفون الرؤوف فذكوا قدامكم هذا الرؤوف، هذا الرحيم، هاي رحمتي كلها متجسدة فيه، هذا نبي الرحمة صلى الله عليه وآله. هاي صفاته وصفات أمته. قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين معه. شلون؟ أشداء على الكفار رحماء. هم بعد صفتهم، بس هذه الصفة يقول بس رحماء. احنا عاد لا نعكس الآية، نقرأها بالمقلوب، نصير رحماء مناك وأشداء على بعضنا البعض، ناكل النهش هوش الحالة، كل من يتحين الفرصة في الثاني، كل من يريد يصير ثغرة على أخيه، هاي مو حالة مجتمع واحد يعيش فيه. إذا كله تناحر وتباغض ومشاكل، لا يمكن أن ينطبق علينا عنوان والذين معه إلا إذا اتصفنا بصفة الرحمة، وهاي هي تعاليمه، هذه إرشاداته، هاي توجيهاته، هاي أكبر درس نأخذه من سيرته العطرة صلى الله عليه وآله. يقول لازم تصيروا متراحمين، متوادين، متحابين، تشدون على بعضكم البعض. إذا أكو شدة طلعها، عندك غلظة جيبها، أكو بي قساوة وديها منك على الأعداء. وأما فيما بينكم يقول لا، خلكم متحابين، لازم كل واحد يصلح للثاني، كل واحد يشد على الثاني. يقول كالبنيان أريكم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له. رحماء بينهم، هذه كانت رحمته بأبناء أمته. تعال عاد الآن شوف كيف رحمة أمته به. والله عجايب تاريخ يعطيك أمور تخلي إيدك على راسك. ينقلون عبارة المؤرخين الشكل، لم يزل الجسد الشريف غضا طريا في قبره بعد، ولم تزل النداوة على القبر الطاهر أيام، وإذا بهم قد انتهكوا حرمة نبيهم. أنت تصدق يعني؟ لو قالوا ليك تقبل، أنا ما لومك، تتفاعل ما تتفاعل، لأن حتى كانوا موجودين في قلب الحدث وشهدوا الوقائع بأم أعينهم، بعد ما صدقوا ما قبله، ويقول له تعال سلمان وش هالأخبار، وش صاير، المدينة تموج بأهلها كأنها السفينة تتلاطم بها أمواج البحر. صحيح يعني؟ معقولة؟ هاي ما تدش العقل. هنا عاد على هالعتبة هاي ستة أشهر واقفين وياه وهو ينادي برفيع صوته إنما يريد الله، فاطمة بضعة مني، يرضى الله يغضب الله، روحي روحي، سميها روحي التي بين جنبي. هنا في هالبيت هذا مهبط الملائكة. صحيح يعني؟ هل دخلوا نكس راسه قال لا تلوع قلبي يا سليم، الفاجعة عظيمة، هذا التاريخ نصب عينيك. ابن قتيبة الدينوري في كتاب الإمامة والسياسة يقول هجمات هجمات، مهجمة دفعات كر وفرصار، ذلك اليوم اللي جايب حطب واللي شايل صوت واللي شعل نار، وأزيدك يا سليم وما على الزهراء. من خماري لكنها لاذت، ويلي يا ويلي، يعني وايش مسوية وياكم؟
وش العداوة لكنها لاذت وراء الباب رعاية للصوت والحجاب فمذ رأوها اش سووا يقول أطلت علي بوجه أعشى بصري نور وبانت لي أناملها من شقوق الباب قنفذ علي بالصوت وأخذ يلوع على من الزهراء بالصوت أيوة محمد ما تقوم يا رسول الله لانت بأبي وأمي يقول انفتح الباب شوي اتكأت بكامل جلدي على الجدار أسند الظهر ورفعت رجلي على الباب وعصرتها عصرا يقول شهقت شهقة وصرخت صرخة منادية وابتا طيرت قلبي من هالصرخة هاي كدت أن أرحمها فتذكرت سحر أبيها فما أنزلت رجلي إلا وأسمع أضلاع أولي أضلاع تتكسر خلف الباب حتى لانت وخرت بأبي وأمي مغشيا عليها نبت المسمار راح المسمار في الصدر وتكسرت الأضلاع يقول ولا أشوف دماء تسيل من تحت الباب على عتبة الدار وخر الجنين يعتفر ويلي يا ويلي عظم الله لك الأجر يا صاحب الزمان أنت المعزه الليلة قمت للباب أنا مخصوص هالأبيات تريد أشيلها هي أنشدها الشاعر وين في حرم أمير المؤمنين قاعد بالصحن الشريف وموجه وجهه إلى الشباك الطاهر وهو يقرأ هذه الأبيات فقام إليه أحد الحاضرين قال له يا شيخ خفض صوتك لا يسمعك الإمام وأنت تقول هذا الكلام قال له اقعد اقعد مكانك هي اللي أرادت السمع هالكلام هذا قمت للباب لكن ما علي حجر معذرة من السادة أول والله قمت للباب لكن ما علي حجايا يا بحسبي الرجس من لذيت خلف الباب عصرني وسقط المحسن يا علي يا علي أفاقت من غشوتها على صوت ضعيف يحاكيها من على عتبة الباب أريد أتوسد بحضنك ليش أتوسد الأعتاب أنا من لحمك ودمك دشيلي جسمي على اللترة كفاني بنزلتي أسمع بدال الزغرة ده صيحة والاستقبال مو كفين حادر جتني الطيحة يم حسين لحقيني قبل لا تروح لرويحة رضعيني ولو رضعت برد قلبي إلها محسين ولدي أنا شلون عيوني تشوفك وراسي من اللطمة دار ويلي ويلي شلون عيوني تشوفك وراسي من اللطمة دار ودي أحملك لكن من العصر الجلد منهار وحق المحسن البيت أريده عليك
أنا شلون عيوني تشوفك ورأسي من اللطمة دار، ودي أحملك لكن من العصر الجلد منها. يلا وكيف بالصدر ترضع ونابت بالصدر عتابك وجه للوالد إذا عندك علي اعتاب. بعد نعرج على شاعرنا هنا أبو يوسف، حاضر حاضر وشاهد الموقف. قال من طحت خلف الباب يا راعي الحمية، ناديت يا فضة تعال بعجل ليا، وخرت يا حامل حمى مغشي علي، احمرت عيوني خر جنيني وصدري انصى، وردوا لك وقادوك يا ليث الحراية، وانت الذي من باسك تموج الكتاية، والله افعالك يا علي يا علي تراوي العجاية، شلون بحبل تنقاد وانت الليث بالغا. اخ يا اخ يا قلب ذوب وهل يا دمعي يا دمعي يا دمعي على الصاحة يا فضة انكسر، والعين والعين الناسب والأعوانب والأعوى العين يا أبو صالح نسيت الظلم، والعين لو هم كتفت كنت الوصية. منو اللي شال المحسن؟ حسين اجى، يا الحسين ونظر إلى أخيه ميتاً على عتبة الدار، وقف الحسين وقف عاد تفطر القلوب، قام يحكي ويا أمه، أمه إن كان ضلعك هشمته يد العدا فغداً ستهشم في الطفوف ضلوعي. قل أنا بعد وياش، أنا باشيل نفس المصيبة. يلا خلصنا المدينة نروح شوي منك نعطي نظرة إلى كربلاء. أمايا إن كان محسن خر منك على الثرى فعلى يدي سيذبح. قعدي والله قعدي يا مكسورة الضلع، أنا أديك يا زهرة وأنا أحسن، يا فاطم يا فاطم يا أمي البدور ويا القبر تخفي من بين القبور، جيبي سدر لابنك وكافو أخبرك بصدر حسين. حق الزهراء وأبيها وبعليها وبنيها والسر المستودع فيها، فرج عنا يا الله وعن إخواننا المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر، يا هو أقرب من ذلك يا كريم إلهي، شافي مرضانا يسر أمورنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا أبعد أيدي الظلم أن تصل إلينا. إلهي خذ لنا بحقنا بحق الزهراء ممن ظلمنا وانتهك حرمتنا وقتل شبابنا وروع نساءنا، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر وعجل في هلاكهم يا جبار يا منتقم، اشغل الظالمين بالظالمين، خلصنا وجميع المؤمنين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد،
وآخر تابع له على ذلك. أخواني عدكم جميع هاي الليلة للمساجد، أعينوهم معناكم الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إلهي فك قيد أسرانا، أرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. جماعتي الحاضرين والمؤسسين احفظهم في أنفسهم ما يلوذ بهم إلى أرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب المباركة. الفاتحة مع الصلوات.